بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهلين بالحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. برحب بكم دايما في مطبخي، بس النهارده احنا مش في مطبخي، النهارده احنا في مطبخ مرات اخويا. طبعا ده الجزء الثاني من العزومه في بيت اهلي، فقلت بقى اوريكم الفيديو بتاعنا النهارده تاني يوم في العزومه. فطبعا ما جبتلكوش بقى الشغل والطبخ بقى طول النهار، والله بقول لكم حاجه بجد بجد احلى من الفيديو، كواليس الفيديو. لو تشوفوا كواليس الفيديو والضحك والهزار بجد، والاولاد حوالينا وكلنا متجمعين، طبعا انا واخواتي ولاد اخواتي، طبعا احساس ما يتوصفش. طبعا ربنا يخليهم لي يا رب، وما يحرمنيش منهم ابدا، وربنا يخلي لكم حبايبكم يا رب، ومحدش يتحرم من عزوته ولا من اهله ولا من حبايبه يا رب. فبجد بجد الكواليس بتاعت الفيديوهات بتبقى جميلة جدا، بتبقى أحلى من الفيديو نفسه. بس طبعا بنضحك بقى وبنتكلم وكده، فأنا قلت إيه أجيب لكم الفينش النهائي بتاع الطبخ بتاعنا. طبعا زي ما احنا شفنا في الأول، احنا كنا عاملين أصناف كتير ما شاء الله، وطبعا كلنا بنشتغل لغاية الرجالة كمان كانت معانا بتشتغل ما شاء الله. كان في تعاون، يعني أحلى حاجة في رمضان إن كله بيتعاون مع التاني. فكل سنة وانتم طيبين وبخير وبصحة يا رب. فعملنا أصناف كتير زي ما احنا شايفين، وعملنا شيش طاووق أهون، وعملنا فراخ كنتاكي، وعملنا يعني كانت العزومة كانت وليمة، ما كانتش عزومة. فكل سنة وانتم طيبين وبخير يا رب وبعافية، وزي ما قلت ربنا يخليكم ويخلي لكم حبايبكم، ما يحرمكوش من اهلكم وحبايبكم يا رب ولا عزوتكم ابدا، ودايما طبعا متجمعين في الخير وعلى خير يا رب ان شاء الله. فانا هسيبكم بقى تتفرجوا كده على لقطات من اللي انا صورته في الفينش بتاع، واحنا كده كنا رايحين نحط الفطار، يعني كلنا كان ده كله كان ايه بنجهز اخر حاجه، ده الفينش بقى والسلطات والعصيرات وكله كان جاهز. فقلت بقى اجيب لكم إيه يعني لقطات كده من اخر حاجه. كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله اشوفكم على خير في الجزء الثالث من العزومه بيت اهلي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
لأن رمضان يجمعنا. مرحب مرحب.